اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه تطور المؤشرات الاقتصاديه، وقد استعرضت الدكتوره هاله السعيد تطور المؤشرات الاقتصاديه على مستوى العالم، في ظل تاثرها بالعديد من المتغيرات الدوليه الحاليه. وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحة أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021/2022 وذلك بالنظر الى المسار الامن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدوله خلال الفتره الماضيه والتماسك والصمود الذي اظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي القت بظلال سلبيه على النمو الاقتصادي العالمي مما ادى الى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزياده معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسي في اسعار الغذاء والطاقه كما تم في هذا الصدد عرض ابرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلا عن اهم مساهمات قطاعات الانشطه الاقتصاديه في الناتج المحلي الاجمالي خاصه الصناعات التحويليه والزراعه والتجاره والانشطه العقاريه والتشييد والبناء وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسه تداعيات مختلف الازمات الدوليه على الاداء الاقتصادي محليا لبلوره السيناريوهات المتوقعه لضمان الحفاظ على المسار الايجابي والمؤشرات الاقتصاديه والماليه على المستوى الوطني وللتغلب على اي تحديات من اجل استدامه النتائج الايجابيه التي تحققت من الاصلاح الاقتصادي واضاف المتحدث الرسمي ان السيده وزيره التخطيط عرضت ايضا تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنميه منذ تاسيسه وحتى الان وذلك لكونه احد الاذرع الاستثماريه الرئيسيه للدوله وكشريك للقطاع الخاص وذلك في مختلف المجالات الاستثماريه التي تشمل المرافق والبنيه الاساسيه والسياحه والاستثمار العقاري والخدمات الماليه والتحول الرقمي والتعليم والصناعه. مشيره الى ان كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمه حوالي 5.4 مليار جنيه. وفي هذا السياق اطلع السيد الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية. ومحطات تحليه مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الاخضر بالاضافه الى قيام الصندوق بتاسيس صندوق فرعي للطروحات لاداره واعاده هيكله الاصول ذات الاصدارات المتعدده وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقا لاهداف استراتيجيه الدوله التنمويه التي تعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا في مسيره التنميه وبما يتوافق مع خطه الاصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الاولويه في هذا الاطار